السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصدقائي، أصدقاء مدينة. اليوم أصدقائي معنا هذا التلفاز من نوع سابا، تلفاز من نوع سابا في أنوار. به مشكل أصدقائي عند توصيله بالكهرباء، سنصلي بالكهرباء تشتعل اللمبة. انظر الشاشة لقد اشتعلت، هاي الباكلايت موجودة أصدقائي. سوف أطفئ الأنوار لكي الإضاءة موجودة. سوف نفتح الشاشة ونرى سبب العطل، انتظروني. أول شيء أصدقائي، أول شيء سنتجه إلى التيكون، التيكون أصدقائي، لأنه المسؤول على الصورة هو التيكون. سنوصلها بالكهرباء، بسم الله. هي الباك لايت لقد اشتعلت، الشاشة الآن تعمل، لكن بالطبع بدون صورة. حسنا أصدقائي، أول شيء سنقوم بفحص الفولتية على التيكون، بفحص الفولت على التيكون أصدقائي. نتجه مباشرة إلى الفيوز، ثلاثة فولت، قبل وبعد الفيوز هناك ثلاثة فولت وثلاثة فولت كما ترون مضطربة. وبطبيعة الحال أصدقائي هذا التيكون لا يعمل على ثلاثة فولت، هذا يعمل على 12 فولت. برد، لا يوجد أي سخونة. سأفحص في التيار الآتي من الفلات. كما تعلمون أصدقائي التيكون يتغذى على 12 فولت تأتيه من هذه الفلات، فلات كابل هذه، وبطبيعة الحال هي تأتيه هي أصدقائي هذه، هذا هو مصدر 12 فولت. نقوم بالقياس، نضع السالب، نفصل السالب. هي أصدقائي 12 موجود، أرأيتم 12 موجودة، وعند القياس على الفيوز نجد 3 فولت مضطربة. سوف أفصل الفلات على التيكون وأحاول القياس مباشرة من هنا ونرى هل ال 12 فولت موجودة أم لا. غير موجودة أصدقائي، لا موجود، موجود موجود، هي 11 فولت موجود. ننزع الفلات أصدقائي، هذه الفلات، ونتثبت. سوف أرجع هنا على التيكون وبالتيست أصدقائي، بتيست الاستمرارية. سوف نتثبت هذا، هذا على الفيوز، هذا أصدقاء الفيوز، ونتثبت. ولا يوجد أي شيء، nothing، لا يوجد أي شيء أصدقائي، رأيتم؟ لا يوجد أي شيء. الآن بدون تيكون، بدون تيكون، سنتثبت من الأطراف الأولى.
ولا شيء أصدقائي، ولا شيء. انظر 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 أصدقائي، انظر. لا أعلم إن كانت الصورة واضحة أم لا، ولكن انظر انظر. هناك العديد من البينات مفصولين أصدقائي، لكن هذا أصلا ليس الاثنى عشر فولت، وحتى في الاثنى عشر فولت هناك فصل هنا. هسه أصدقائي سوف أبحث على فلاتة ولن أعود. لدي فلاتة كيبل آخر، يا أصدقائي لدي هذا، هذا القديم، هذا الأصلي للتلفاز. ها هو، أين هو؟ أين هو؟ خاصة أصدقائي هذا، ها هو، لدي هذا، نفس منظر أصدقائي، هذا الأصلي للتلفاز وهذا الآخر، لكن أصدقائي بينتهم اختلاف، سأريكم اختلاف. هذا الأصلي، هذه الكونكتور أين التيكون، وهذه في المذر بورد. انظروا الاتجاه كيف، هذا من الأعلى وهذه إلى الأسفل. في التيكون تركب هذه هكذا إلى الأسفل، من أسفل أصدقائي. وهنا في المذر بورد، في المذر بورد أصدقائي هي صحيح الأعلى، لكن تركب هكذا، واضح؟ حصل. يعني سأريكم لدي فلاتة أخرى، هي نفس تركب أليس نفس الكونكتور، هي هو، لكن انظروا أصدقائي، هذه إلى الأسفل وهذه إلى الأسفل، ليست كالأصلية هكذا. يعني لو وصلناها هذه، لو وصلناها في التيكون وصلناها في المذر بورد، ماذا سوف نفعل؟ الاثنى عشر فولت هنا ستكون أصدقائي تقابلها الاثنى عشر فولت هنا عند تركيبها هكذا، الاثنى عشر فولت سوف تدخل من هنا، لكن هنا لا يوجد اثنى عشر فولت، الاثنى عشر فولت هي في الكونكتر من هنا، يعني ستدخل هنا، وإذا دخلت هنا أصدقائي سوف التيكون سوف يضرب بنسبة كبيرة، التيكون سوف يضرب. 12 فولت سوف تدخل، تصبح سوف تدخل من هنا، من هذا، من البينات الأربع بينات هذا، سوف تضرب التيكون وسنخسر تيكون. لذلك أصدقائي عند تغيير الفلاتة يجب الانتباه إلى ديركشن الفلاتة. حسنا، لدي فلاتة أخرى، هي هذه هي إلى الأسفل وهذه، انظر أصدقائي، هي إلى الأسفل، واضح أصدقائي؟ يعني 12 فولت من هنا ستكون 12 فولت من هنا، ليست العكس. الأخرى أصدقائي هكذا، يعني عند القلب هكذا تصبح. لا أعلم إن فهمتموني أم لا أصدقائي، سوف أعيد مرة أخرى. هذه الفلاتة الأصلية أصدقائي، هذه الفلاتة الأصلية، انظروا إلى الاتجاه إلى الأسفل، هذه انظر أصدقائي، انظر هذه إلى الأسفل، هذه إلى الأعلى، واضح؟ هذه الأصلية التي وجدتها، انظر أصدقائي، هذه إلى الأسفل، هي إلى الأسفل، هذه إلى الأسفل، واضح أصدقائي؟ يعني الديركشن سوف تتغير عند توصيل الاثنى عشر، عند توصيل هذه في التيكون، هنا الاثنى عشر فولت يجب أن تكون، واضح أصدقائي؟ لكن هنا سوف تكون هنا بالعكس، ولكن هنا 12 فولت تأتي من المذر بورد من هنا، يعني سوف تدخل 12 فولت من هنا وسوف تخرج من هنا، يعني ليست إلى الفيوز بل إلى التيكون من هنا، وسوف يضرب التيكون وسنخسر تيكون.
إذن هذه الأصلية، ولدي هذه، هي أصدقائي، إلى أسفل إلى أعلى، هذه معكوسة، هذه تلفزة با تخدم بالفلاتة المعكوسة أصدقائي. حسن أصدقائي، سوف نقوم بتركيبها ونجرب بإذن الله، إن شاء الله تعمل. نوصل أصدقائي الفلاتر، وصلناها، وصلنا الفلاتر أصدقائي، نقوم بتوصيل الباور. اوكي، هذه بعدين ساقوم بعمل، ساثبتها باللاصق. هي موصل الان، كل شيء اوكي، سوف نوصلها بالكهرباء اصدقائي. بسم الله، انتظر قليل حتى الباك لايت اشتغلت. صورة أمنية، هاي أصدقائي، هاي الصورة، اعذروني لأنه أصور بالهاتف، هاي أصدقائي، لقد الصورة، لقد كما ترون التلفاز يعمل، يعني أصدقائي كما رأيتم كانت لدينا تلفاز بدون صورة، باك لايت تشتغل لكن بدون صورة. أول شيء سوف نتجه لفحصه هو التيكون، لأنه هذا هو الجزء المسؤول عن الصورة. نذهب بفحص التيار على الفيوز بطبيعة الحال، قبل الفيوز ليس بعد الفيوز، لأنه يمكن أن يكون الفيوز محترق. إذا وجدناها قبل الفيوز نفحص بعد الفيوز، إذا لم نجدها يعني الفيوز محترق، لكن هنا لا يوجد قبل ولا بعد الفيوز، فنتجه نفحص التيار في اللوحة. فوجدنا أصدقائي الاثنا عشر فولت موجودة على هذا الترانزستور، هذا الترانزستور أصدقائي، اعذروني، هي هو موجود عليه الاثنا عشر فولت، موجود عليه الاثنا عشر فولت في المخرج، هذا المخرج، يعني بأنه الاثنا عشر فولت أوكي موجود. لو لم نجدها هنا في المخرج سوف نتجه إلى المدخل، هذا هو المدخل، أين هذا المكثف؟ لو وجدناه هنا يعني بأن هذا الترانزستور محروق، سنقوم بتغييره أو عمل جام من هنا إلى هنا لنوصل 12 فولت، لكن الحمد لله لا يوجد أي عنصر محترق، مجرد كيبل فلت كيبل فلت كابل هو الذي به مشكل، استبدلناه، والتلفاز أصدقائي. التلفاز ويعمل والشكر لله والحمد لله. شكرا أصدقائي لحسن المتابعة، وإلى اللقاء في حلقة جديدة. إلى اللقاء.